مقابلة تاع المديوني يعني ماهيش من المقابلات السهلة، مقابلة صعبة جدا. يعني هما يلعبوا مع اللي داروا يعني تعادل ضد فريق اتحاد بالعباس، رجعت الثقة لهذا الفريق. غادي تكون مقابلة صعبة وحنا حضرنا لها، لأن مع دعم الأنصار إن شاء الله المقابلة هذه هي اللي تخلينا نروحوا يعني نواصلوا، وخاصة أننا غادي يجينا فريق اتحاد بالعباس اللي هو يعني المنافس المباشر لنا. ولكن المقابلة اللي عندها الأهمية بالنسبة لنا وهي مقابلة مديوني. احنا على كل حال وجدنا لاعبين سون اون فورم، المدرب واش هو؟ المدرب عنده أفكار، والأفكار هادو في نهار الكوتشينغ كيكونوا كاينين، ويكون عنده المشكل تاعو وهو لازم اللاعبين يكونوا اون فورم لجور دي ماتش. احنا الحمد لله اللاعبين راهم اون فورم، راهم واعيين، راهم كونسونتري، والماتش هذا ان شاء الله بال 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 بالدعم تاع الانصار والروح اللي راهي والاداره اللي راهي واقفه، نظن احنا لي 3 بوان هادو يجونا ان شاء الله ونواصلوا ان شاء الله في المشوار تاعنا.